خلوني أبدأ مع حضراتكم أخبارنا اللي هبدأها بأتحبني اللي عاملة مبادرة العطاء بسخاء لدعم الطلاب الأكثر احتياجاً. بتستمر خدمة أتحبني في تقديم خدماتها ومبادراتها، وجاءت خدمة العطاء بسخاء لدعم الطلاب الأكثر احتياجاً تتويجاً لنجاح خدمة أتحبني. وخدمة العطاء بسخاء تساعد في الأدوات الكتابية ومصاريف المدارس. والحقيقة قبل ما نشوف الفيديو الخاص بالخدمة دي، عايز أقول لحضراتكم أن خدمة أتحبني خدمة مبهرة، خدمة بتعمل في صمت. ومش أخفيكم سراً أني يعني أنا حبيت هذه الخدمة وتعلقت بقناة ميساد بسبب هذه الخدمة. خدمة أتحبني بتعمل في صمت، بتعمل في محبة. كل خادم وخادمة فيهم بيعملوا علشان لو اتسأل في يوم من الأيام زي ما السيد المسيح سأل أتحبني، يلاقوا الرد. خدمة أتحبني بتفكر في كل التفاصيل، في كل أمور الحياة لكل شخص في كل قرية وكل نجع في كل ربوع مصر. بتفكر في كل المناسبات، في كل الاحتياجات اللي تخص من أول الطفل لحد المسن، وبالتالي ما بتفوتش فرصة. إحنا داخلين على المدارس، أسعار الكتب، أسعار الكراريس والكشاكيل والاحتياجات، في أطفال مش قادرة تدفع مصاريف مدارس، وبالتالي الأطفال دي ممكن تتسرب من التعليم، ما تكملش تعليمها، أو يعني تدخل في دايرة سيئة سلوكية. الأطفال بتبص لبعض، كل طفل بقى بيفكر في الحذاء الجديد والشنطة الجديدة ولبس المدرسة. ما بيكسرش الأهالي غير عدم قدرتهم على تلبية الأمور دي، لأنها هم يعملوا أي حاجة في الدنيا عشان خاطر ولادهم، يعني هم يجوعوا بس ولادهم يحققوا لهم اللي هم عايزينه. وبالتالي خدمة أتحبني اهتمامها بالأطفال الأكثر احتياجاً للاحتياجات، لمصاريف المدارس اللي مش قادر يدفع، للكتب والكشاكيل والأدوات المكتبية، خدمة شديدة الإنسانية. خلونا نشوف الفيديو الخاص بالخدمة دي ونرجع نستكمل معاكم. تعرف ان الالاف من الاطفال مش بيقدروا يروحوا المدرسة ولا يكملوا تعليمهم، وده لانهم عايشين في ظروف معيشة صعبة واهلهم مش بيقدروا يوفروا لهم الاحتياجات الاساسية للمدرسة زي لبس المدرسة او الاقلام او الكتب ولا حتى مصاريف المدرسة، وده ممكن يؤدي للجهل، والجهل معناه ان مفيش مستقبل، وبالتالي هيعرضهم للبطالة، الاستغلال او العنف. لكن انت تقدر تغير ده، تقدر تديهم فرصة انهم يتعلموا وينجحوا بانك تكون جزء من الحل. إحنا في أتحبني بنقدر نوفر الاحتياجات الأساسية للمدرسة ومصاريف المدرسة للأطفال الأشد احتياجاً، الفقراء والمعوزين في كل أنحاء مصر، وده لأننا مؤمنين إن كل طفل من حقه يتعلم مهما كانت الظروف اللي بيمر بيها، ومصدقين إن التعليم هو المفتاح اللي هيفتح سكة لعالم أفضل بكتير. بدعمكم هنقدر نصنع فرق وتغيير في حياة كل طفل بيحلم يروح المدرسة، هنقدر نوفر لهم الاحتياجات الأساسية والبسيطة عشان نبني مستقبل منور ليهم ولأهاليهم والمجتمع. بس احنا مش هنقدر نعمل ده لوحدنا، محتاجين دعمكم ومساهمتكم عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الأطفال دي. شارك خدمة أتحبني في مبادرة العطاء بسخاء، وادعي الآخرين للمشاركة، وده لأن احنا مع بعض هنقدر نخلي الصعب ممكن، هنقدر نحقق حلم التعليم لكل طفل. أتحبني, do you love me? Welcomes your contributions to help those who are in need. https://www.atuhibboni.org. Atuhibboni is tax exempt as described in section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code. All donations to Atuhibboni are tax deductible.